السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الأعزاء لقناتكم إبراهيم ديال العقارات مكناس، اليوم سنقترح عليكم واحد العقار من الفئة الكبيرة. فاحنا حاليا اليوم تنتواجدوا في حي المنصور، سنقترح عليكم واحد العقار من الفئة كما ذكرنا الفئة الكبيرة. العرض نتاع اليوم تتكون من صالون سيجور، ثلاثة نتاع الغرف نتاع النوم، مطبخ بالبالكون تاعو، وجوج نتاع الحمامات ولا حمام مرحاض. المساحة الإجمالية نتاع العقار نتاع اليوم هو 130 متر. بالنسبة للتيتر غادي تكون ناقصة تقريبا واحد 20 متر، لازلنا نحيدو المساحة نتاع الدروج والمساحة نتاع لوكور، تقريبا تبقى بالنسبة للتيتر تقريبا 110 متر. فعلى بركة الله نبداو الوصف نتاع الشقة نتاع اليوم. من قبل ترحب بالجميع الناس اللي تهمهم العقار في المدينة نتاع مكناس، مازال ما مشاركينش في القناة، يشاركوا وفعلوا الجرس باش يستفدوا من جميع العروض العقارية. فكاين عروض نتاع الفئة المتوسطة، وكاين الفئة الصغيرة، وكاين الفئة الكبيرة. فعلى بركة الله نبداو الوصف نتاع الشقة نتاع اليوم. ملي تندخلوا مباشرة تلقاو الصالونات، الصالون الأول هو هذا. كما لاحظنا حتى الفينيسيون تبارك الله، الخدمة اللي هي راقية ونقية. بالنسبة للصباغة راه كاملة الشقة بالصباغة نتاع البلاتينيا. بالنسبة للقبس كما تلاحظوا فو بلافون بواحد الزخرفة جميلة. بالنسبة للصالون كما تلاحظوا لا فينيسيون نتاع القبس نتاعو ماشية كما تنقولوا بلدية، فيها شوية نتاع المنقوش. وبالنسبة للسيجور الشكل نتاعو بحال كما تنقولوا رومي. الانسان الا بغى يفرش مثلا تفريشه نتاع الصالون تتمشي كما تنعرفوا بالسداري والطليمطات والخدمه كما موالفين. وبالنسبه للسيجور تيبقى على حسب الاختيار، الانسان الا بغى يفرش رومي ولا بالفوتوي تيجي تناسق الديكور نتاع القبس مع الشكل نتاع الفراش. بالنسبه للصالونات كما تلاحظوا حتى المساحه تبارك الله اللي هي كبيره، تقريبا الغرق نتاع هذا الصالون هذا فيه اكثر من 6 متر. والسيجور وكذلك السيجور عنده الفاس نتاعو حتى هو كبير، تيضرب الفاس نتاع التلفازه في هاد الحائط هذا اللي من الخلف نتاعي، اللي فيه واحد الديكور نتاع واحد الزخرفه نتاع تحجرت اللي هو هذا. وعندنا واحد الميرفا اللي شد عليه هاد الفاسك هذا لافابو. نبداو على بركة الله بالنسبة للغرف، كما لاحظنا في هاد الكولوار هذا حتى الغرف جاي من القرب نتاعو من الحمام. هادي الطواليط أعزكم الله، ومن الجانب نتاعها كاين الحمام اللي فيه طواليت روميه، عندنا لافابو، وعندنا البلاصه من طبيعه الحال نتاع الرشاش. كما تلاحظوا حتى البلافون نتاع الحمام فيه الزليج، هذا تعني ان راه كاينه واحد السده الفوق شكل نتاع الديباره اللي تتستعمل في مجموعه نتاع المسائل. بالنسبه للخزين هذه الغرفة اللي غادي نسميوها الغرفة رقم واحد، اللي المساحة نتاعها تبارك الله كبيرة. كما تلاحظوا كاين عندنا واحد شوية نتاع الميال بالنسبة لهاد الغرفة، لكن كما تنقولوا على العموم ما ضرش، ما فيه شي إشكال. هنا جاي الشكل نتاع البيت جاي مربع، وعندنا هاد الكوان هذا اللي جاي فيه شوية نتاع الميال اللي تيعطينا لهاد السرجم هذا اللي تيطلع لاكور. كما تلاحظوا حتى لاكور تبارك الله كبيره، الغرف راه تصابطهم تدخل لهم كما تنقولوا الشميشه. وجاي عندنا هذا البلاكار هذا مايل بحال الشكل نتاع دريسينغ. هذه الغرفه الرئيسيه ولا الغرفه نتاع النوم اللي غادي نسميوها الغرفه رقم واحد. في نفس الاتجاه عندنا الغرفه رقم جوج، عندنا الغرفه الاولى والثانيه والثالثه جايين على جهه وحده. حتى لاكور كما ذكرت عندهم اطلال على لاكور، ولاكور اللي جا الشكل نتاعها كبير اللي عطى ان تعطاتنا هاد الفصاله هذه بحال الشكل نتاع الشقق اللي كنا قدمنا لكم من قبل نتاع الشقق اللي تيجيو اوبوزي. كما
كما لاحظنا راه تيبان الشعاع تاع الشمس. هذه الغرفة اللي سميناها الغرفة رقم جوج. بقاتنا الغرفة رقم ثلاثة، وبقالنا المطبخ اللي بلي بلاكار نتاعو نتاع الام دي اف لتحت والفوق، وعندنا البالكون. هذه الغرفة رقم ثلاثة، المساحة تبارك الله نتاع الغرف راه كبار، تقريبا العرض فيهم 3 متر و30، والطول نتاعهم فيهم تقريبا 4 متر. وبالنسبة للغرفة نتاع النوم ولا الغرفة الأساسية الأولانية اللي صورنا، راه المساحة نتاعها الحمد لله كبر من هاد الغرف هادو. بالنسبة لاستالاسيون نتاع التلفازة ونتاع النيميريك، عندنا في الغرف بثلاثة، وعندنا من طبيعة الحال في السيجير، وعندنا في الصالون. بالنسبه للمعلومات نتاع الشقه ذكرناهم، قلنا مساحه اجماليه نتاع 130 متر، التيتر قلنا غادي تكون ناقصه تقريبا 21 متر. الموقع ذكرنا اننا تنتواجدو في حي المنصور. بالنسبه للثمن نتاع الشقه فهو 52 مليون، والثمن ان شاء الله راه قابل للنقاش. بالنسبه للطابق اللي مازال متاح بالنسبه لهاد الشقق هادو، فمازال متوفر الطابق الثالث، وكاين عروض اللي هي مشابهة في مواقع وحدين اخرين اللي بنفس لافينيسيون بمساحات مختلفة. كاين مساحات اللي هي اكثر من هذه، وكاين مساحات اللي اقل من هذه، واثمنة من طبيعة الحال كاين اللي اكثر وكاين اللي اقل. نرجعوا للوصف نتاع هاد الشقة هذه، فاحنا تنتواجدو كما شفنا المطبخ تبارك الله عنده لي بوطاجي نتاعو جاي على الشكل نتاع ال داير على جوج نتاع الجهات، فيه البلايص نتاع لي ماشين كما تنشوفو غادي يجيو كاستري. بالنسبة للون نتاع الام دي اف لون ذهبي، وعندنا في نفس الوقت في هذا المطبخ هذا عندنا البالكون نتاعو اللي شفنا المساحة نتاعو اللي فيه البلاصة نتاع الماكينة نتاع الصابون، وعندنا البلاصة نتاع الشوو. فالعقار نتاع اليوم وصلنا للنهاية نتاعو. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة هذه. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. إلى وصلتوا حتى لهاد المرحلة من الفيديو، ما تنسوناش بالإعجاب بالإشتراك للدعم للمجهودات اللي تنقوم بها. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر إن شاء الله.